يسعى كل من الاتحاد الدولي لكرة القدم والفيدرالية التشادية لكرة القدم لوضع خطط واستراتيجية لتحسين وتطوير مستوى أداء كرة القدم التشادية، وذلك من خلال تكثيف التدريبات للمدربين ومسؤولي الفيدراليات. في خطابه الخبير لدى الاتحاد الدولي دومينيك نيونزيما شرح خلاصة أعمال الدورة التدريبية والتي نظمت بهذا الشأن، مشيرا بأن المعلومات والمهارات والخبرات النظرية والميدانية التي تحصل عليها المشاركون تسمح لهم بتسيير أعمالهم على الوجه المطلوب. ممثل رئيس الفيدرالية التشادية لكرة القدم دوغا محمد فاتح أشاد بنوعية التدريب وأكد بأن هذه الدورة تعد الثانية من نوعها، وشدد على ضرورة ترقية قطاع رياضة كرة القدم التشادية. وزير ترقية الشباب والرياضة والعمل محمد نصر عبدالله في كلمته الختامية قال بأن تطوير الرياضة ورفع كفاءة المدربين يندرج ضمن أجندة الفيدرالية التشادية لكرة القدم، كما أن تأهيل المدربين يساعد في تطوير كرة القدم، كل يدخل ضمن أولويات كبار القادة في البلاد.